من جهته أقر المبعوث الأممي بفشله وحذر من انهيار كامل للهدنة الأممية السارية في اليمن بسبب التأخير في تنفيذ بنودها من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية. وقال غرونبرغ في إحاطته لمجلس الأمن مساء الثلاثاء إن الأسابيع الماضية كشفت عن هشاشة الهدنة وأظهرت أن التأخير في تنفيذ بنودها قد يهدد بهدمها بالكامل. واتهم المبعوث الأممي الحوثيين بممارسة السياسة المقايضة وقال إن اللجوء إلى سياسة المقايضة والتهديد بتعليق تنفيذ عنصر ما من الهدنة على تنفيذ عنصر آخر واستخدام الخطاب الإعلامي التصعيدي يقوض الهدنة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج. مرحبا بك أستاذ دكتور عبد الوهاب. يعني مر نصف شهر من التمديد الذي تم إعلانه للحوثي والمقرر بشهرين، يعني أنت كيف تقرأ ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي؟ حياكم الله. المبعوث الأممي في إحاطته يوم أمس كان نوعا ما يستخدم بعض الألفاظ الدبلوماسية ويحاول أن يتملص من الردود الحوثية عليه في صنعاء، وأنه ما زال منتظر الرد من حكومة صنعاء. وهذا العبارات الدبلوماسية هي عبارات مشينة من خلال ما قام به مبعوث الأمين العام، ومن خلال زيارته إلى مدينة تعز، ومن خلال اطلاعه على الوضع، ومن خلال الجولات الماراثونية التي تتم مع عناصر انقلبت على السلطة، وهو بهذا يعطيهم المجال ويمني اليمنيين بأنه ما زال هناك أمل بأن الحركة الحوثية ستفتح الخطوط. نعم. رغم أنه كان متوقع في إحاطته أن يضع النقاط على الحروف ويقول أن الحركة الحوثية حركة متعنتة لم تقبل بفتح الخطوط حتى بالمقترح الذي تقدم به شخصيا، وكان عبارة عن حد أدنى للمقترحات أو للشروط التي تقدمها المفاوضين من الجانب الشرعية. نعم. انتقاله من عمان إلى صنعاء كان متوقع أن يخرج بتصريح صافي يقول الحوثيين رفضوا فتح الطرق، بالعكس هم يجهزون لحرب قادمة ووشيكة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني برأيك لماذا هذا التماهي من قبل المبعوث الأممي تجاه أو في صف الحوثيين؟ يعني للأسف الشديد أن مبعوثين الأمين العام ودائما الدبلوماسيين الدوليين التابعين للأمم المتحدة دائما يتخذون أساليب الدبلوماسية المرنة باعتبار أنهم لا يريدون أن يتخذوا تصريحات واضحة وحقيقية وصريحة عما يدور في أرض الواقع. بالعكس هذه المفاوضات أتاحت للحوثيين أن يكونوا كحكومة ممثلة على أرض الواقع، واصبح البعض يسميهم بحكومة صنعاء. الميليشيات الحوثية ترتكب كل الجرائم وتستعد لحرب قادمة وترفض أبسط مقومات الاتفاق الأخير أنه فتح المنافذ مدينة تعز. ورغم هذا ورغم كل ما قام به هانس غرونبرغ لكنه لا يعلنها صراحة ولا يقول أن الحوثيين متعنتين ورفضوا فتح الطرق، ويظل يأمن اليمنيين بأنه لا زال منتظرنا الرد. إلى متى ينتظر الرد؟ يعني هناك طبعا في تواطؤ أممي واضح من خلال المبعوثين السابقين وحتى المبعوث الحالي هانس غرونبرغ. نعم. وزار مدينة تعز وكنا نتوقع زيارته أو زيارة نائب منسق الشؤون الإنسانية إلى تعز أنه يخرج بتصريحات واضحة وصريحة بأن تعز تعاني وأن الحركة الحوثية حركة متعنتة وترفض فتح الطرق حتى الطرق الفرعية التي قالوا سيفتحوها من طرف واحد. هم يجهزون للحرب ويفتتحون طرق من مناطق التماس لاستعداد لمعركة قادمة، وهناك مؤشرات كثيرة على استخدام سلاح ثقيل ومدرعات ودبابات إلى محيط مدينة تعز، ولا نجد للحكومة الشرعية أعمال على أرض الواقع بمد المحور العسكري لما يحتاجه لمواجهة هؤلاء المتعنتين هؤلاء الإرهابيين من الحركة الحوثية. والمبعوث الأممي للأسف الشديد أنه يعني يقف في منطقة محايدة ورمادية. نعم، لكن مع ذلك لماذا لم تتخذ الأمم المتحدة وكذلك المبعوث الأممي أي إجراءات تجاه الحوثيين فيما يقومون به وهم يعلمون أنهم يعني هكذا عادتهم، لا يتفقون في شيء ولا ينفذون أي اتفاقات؟ لماذا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لا يتخذون أي إجراءات في هذا الشأن؟
أعتقد أن المشكلة ليست فقط في الأمم المتحدة ومبعوثيها. نعم. هناك يعني في ضوء أخضر من أمريكا وبريطانيا للحركة الحوثية بالاستمرار بأخذ المواقع وأخذ المناطق واستيلاء على المناطق اليمنيين وقتل اليمنيين يعني بمواربة، وبالتالي الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام هم ينظرون للنظرة العامة لدى أمريكا ولدى بريطانيا ويمشون بنفس السياق نفس الطريق. الحركة الحوثية تحقق للأمريكان والبريطانيين مشتريات بمليارات بل تريليونات الدولارات من السلاح، وبالتالي الحال اليمن لا يهمهم ولا يهمهم الشعب اليمني وما يعانيه. تستمر معاناة اليمنيين مقابل أن تستمر مصانع السلاح بإمداد منطقة الخليج وشراء صفقات سلاح بالتريليونات. وللأسف الشديد أننا في التحالف العربي من السعودية والإمارات لا نرى لهم يعني إمداد حقيقي لأرض الواقع، بل يدخلون في مفاوضات سرية مع الحركة الحوثية في سلطنة عمان، وهذا ما يجعلنا في حيرة من أمرنا. ماذا يقوم به الآن المجلس الرئاسي، ولماذا هذا السكوت، ولماذا لا تدعم جبهات القتال، ولماذا لا نستعد، لأن الحركة الحوثية تستعد لاجتياح محافظة تعز. وبالتالي فنقول الأمم المتحدة ما هي الانعكاس للرأي الدولي الموجود سواء في بريطانيا أو أمريكا. نعم، بالمقابل يعني ما هو يعني ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه ما تقوم به الميليشيا الحوثي؟ هل هناك أي رد مثلا في هذا الموضوع؟ للأسف الشديد ردود الحكومة الشرعية هي مجرد تصريحات كاللقاء مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية، أما على أرض الواقع لا تحسن اقتصادي ولا تحسن في سعر الريال اليمني، ولا دعم لجبهات القتال، ولا دعم للمقاتل اليمني، ولا يستلم مرتباته ومخصصاته، ولا تدعم الجبهات مما تحتاج إليه لتغير في المعركة من سلاح ثقيل وسلاح نوعي. الحركة الحوثية الآن أنزلت عشرات الدبابات وعشرات المدرعات وصوروها المواطنين وهي تنزل من نقيل السياني بمحافظة إب باتجاه مدينة تعز. بالمقابل الحكومة الشرعية نسمع تصريحات ونرى جعجعة ولا نرى طحينا. نعم، إذن الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.